بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي أخوة حضور، أكرر الترحيب بكم في هذا اللقاء. زيارتنا الأولى في عمر هذه الحكومة إلى محافظة المثنى، وهي تأتي ضمن منهجية عمل الحكومة في زيارة المحافظات والإطلاع بشكل مباشر على أداء الدوائر والمؤسسات الرسمية ومستوى الخدمة التي تقدم للمواطن، كذلك الوقوف على المشاريع والمعوقات وطريقة توزيع التخصيصات المالية التي ترصد للمحافظة، كذلك متابعة مشاريع الوزارات في المحافظة. بعد الزيارة يكون هناك وفد على مستوى وكلاء ومدراء عامين من الوزارات على ضوء النقاش في هذا الاجتماع. يتواجد هذا الوفد في المحافظة لمعالجة ما يتم تحديده من مشاكل، وهذه المعالجة أما تكون وفق صلاحيات الوزارات أو أن هذه المعالجة تحتاج قرار من مجلس الوزراء ويعرض على المجالس الوزارية أو مجلس الوزراء حتى تكون نتيجة لزيارتنا، ولا زيارة ومرور ونحضر اجتماع ونتحدث. بالتأكيد أهالي المحافظة ينتظرون شيء من هذه الزيارة. على هذا الأساس النقاش راح يكون اللي يريد نسمعه من الدوائر، وين الإشكالية في أي مشروع لدى أي وزارة، حتى نوجه مثل ما ذكرت بلجنة تزور المحافظة. محافظة المثنى لها خصوصية من عدة نواحي. أولاً، هذه المحافظة من المحافظات الآمنة والمستقرة، وهي ثاني محافظة على مستوى المساحة والكبر، وهذا بالتأكيد يفرض عليها تبعات والتزامات من أجل تأمين الخدمة للمواطنين. محافظة تتميز بنسيج اجتماعي من عشائر كريمة ومضحية، ولها تاريخ على مستوى بلدنا العزيز، وعرفت بالعطاء والتضحية والوقوف مع الدولة في أحلك الظروف، وهذا يحتم علينا من باب الوفاء والاحترام لهذه التضحيات أن يكون جهد الدولة مضاعف تجاه أبناء هذه المحافظة. أيضا صنفت هذه المحافظة وفق المسوحات في وزارة التخطيط على أنها المحافظة الأكثر فقرا من بين المحافظات، وهذا سبب آخر يحتم على الحكومة أن تضع الحلول الجذرية لإنهاء هذه الظاهرة، ظاهرة الفقر. في الوقت الذي نثمن فيه كل الجهود التي تبذل من الخيرين من أبناء هذه المحافظة على مستوى الخدمات والمشاريع، لكن بالتأكيد هناك قطاعات وأماكن يحتاج أنه نراجع عملنا وأدائنا. اليوم وفق جدول الزيارة افتتحنا مصنع المصفى الوطنية للأسفلت المؤكسد، وهذا واحد من المشاريع اللي أي واحد من يشوفه يرتاح. أولا مشروع كبير بمواصفات حديثة صديقة للبيئة، ينتج
مادة تحتاجها المحافظة والمحافظات المجاورة والفائض يصدر إلى خارج العراق. هذا المشروع يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة بحدود 700 فرصة عمل. فمن كل النواحي الإنسان المسؤول من يشوف هذا المشروع يرتاح نفسيا. أيضا تم زيارة هيئة الاستثمار وافتتاح البناية وزيارة منشأ رياضي وزارة الشباب والرياضي منتدى الزهراء، وشفنا الفئات العمرية بمختلف سنوات تمارس هواياتها وتتعلم وتدخل دورات في مجال التدريب لكن زرنا المستشفى، مستشفى الحسين. نسف هذه الصورة الإيجابية كلها، شفنا الوضع البائس في هذا المستشفى اللي يفترض يقدم الخدمة الطبية والصحية والعلاجية للمواطن. ليش نأكد على المستشفى وعلى القطاع الصحي؟ خدمات البلدية ممكن تتأخر يتحملها المواطن، مصنع ممكن يتأخر، مجمع سكني وهكذا باقي المشاريع رغم أهميتها، لكن نقدر نتأخر على تقديم العلاج للمريض؟ ما نقدر. ماكو مبرر لمستوى الخدمات في هذا المستشفى. السيد المحافظ هو المسؤول التنفيذي الأول، وهو يعرف أولويات الحكومة في محور الخدمات وفي سلم الخدمات الصحة، وقاعد تشوفون من خلال حركتنا وزياراتنا فالرسالة واضحة، وما يراد لها بعد اللي هو واحد ننبهه ونقول له هذا الملف خليه ضمن الأولوية. واضح القطاع الصحي متأخر كثيرا، وهو نتيجة انتكاسات استمرت لسنوات، والمواطن يستغيث، وخصوصا في محافظة مستوى المعيشي مو ذاك المستوى الكبير المرتفع. يفترض هذا الملف ضمن اهتمامات محافظ مدير عام الصحة ومتابعة مستمرة، وماكو أي عذر. دخلنا هيئة الاستثمار، لا والله حتى المصفى التبريد ما شاء الله وكأنه أنت في فصل الشتاء. دخلنا بهيئة الاستثمار كذلك، لكن دخلنا المستشفى كل واحد جايب له مروحة وياه، مروحة وماكو شيء اسمه تبريد. هذه شقد تبذل الدولة جهد وناس تخدم وتتعب وبهاي البدلات بدلات العمل، هذه الصورة تنسفها كلها، تنسف كل الجهد جهود المخلصين. فيراد من المسؤول يرتب أولويات ويجي على المواطن ومعاناته. الصحة ما تتأجل أبدا في سلم الأولويات، ونعالجها بكل ما لدينا من صلاحيات، وش تحتاج من صلاحيات تجي الرئيس وزراء نعطيك الصلاحيات.